السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنوري لكم هاد الملاقية، هادي الملاقية غير ديال واحد وتجي زوينة وتتبان كبيرة. أنا كنت لاقيت بها تحت الفي ملي حطيت لكم الفيديو اللي فيه هاد الزواقة هادي ديال راندا بالألوان، والأخوات عجباتهم، فغنوري لكم في هاد الفيديو طريقة كيفاش كنخدمو هاد الملاقية هادي. فراها سهلة، ممكن اي وحده تخدمها، حتى بالنسبه ليا الله غيبداو يتعلموا، وتجي زوينه تجي مزوقه منها. غنبدا معكم بسم الله. انا هنا خادمه بالحرير على جوج شعرات، يمكن لكم تخدموا حتى على ثلاثه الشعرات. غنخدم بالبره النمره 6 ونبداو. انا هنا التلالي هي الحرير. غنوري لكم هاد الملاقيه هذه اللي كتهبط كامله مزوقه، وغنوري لكم الملاقيه اللي كنزوقوا غير شويه وتنخليو شويه. نبداو بسم الله. غنجي لهاد البلاصه هذه هنا التلالية الحرير، غنركب خيط جديد، تنهزو هاد العوينه هذه، نعاود ننزل هنايا في التوب، نهز هاد العوينه هذه، نشد هنا في التوب. هنا ملي تنكون نازله كنخلي الخيط الفوق، وهنا تنحسب هاد العقيدات هادو اللي عندي. هنا عندي ها وحده ها جوج، نقرب باش يبانوا لكم مزيان. عندي هنا وحده جوج، غنرجع لهاد العوينه هادي ونخدم عادي، نخلي الحرير الفوق ونخدم، وعاد نهز هاد العوينه هادي اللي عندي هنا، نشد هنا في التوب، غنخدم فوق هاد الخيط وغنقطعه. صافي نرجع لهنا نخدم هاد العوينه هادي ونشد في التوب، ونعاود نخدم هنا نشد في التوب، نرجع في هاد العوينه هادي ونشد في التوب. دابا ملي تنكون نازله تنحسب هاد العقيدات هادو، عندي وحده ها جوج، غنجي لهاد العوينه هادي ونخدم، تنخلي الخيط الفوق عادي انا نازله، وكنغلف هاد جوج ضريبات هادو صافي، ونزل لهاد العوينه ونخدم عادي سهله الملاقيه ديال واحد. نشد هنا في التوب ونهز هاد العوينه هادي، تكون باينه لينا هاد العوينه، ها هي هادي صافي، ونشد في التوب، نعاود نخدم هاد العوينه ونشد في التوب صافي. تنخدم بهاد الطريقه، تنرجع لهاد العوينه هادي ونغلف هادوك جوج عقيدات. الا بغينا نحسبو هاد العقيدات تنحسبوهم، بغينا نحسبو هاد العوينات هادو تنحسبوهم، حتى هاد العوينات تيوليو جوج، ها وحده وها جوج، هادي هي فين سيرينا، تنهزو منها عاوتاني صافي، ونخدم هاد العوينه، نعاود نشد في التوب، ونعاود نخدم هاد العوينه هادي، تنعاود نشد في التوب عادي. الملاقيه ديال واحد سهله في الخدمه، وتتجي بهاد الطريقه كنبدلو الشكل وتجي زوينه. ولا بغينا نهبطو بها حتى الهبطه ديال الجلابه، غير نزيدو في العرض ونخدموها بنفس الطريقه فتجي زوينه. ها نتوما عندي ها عقيده ها جوج، نغلف صافي ونشد في هاد العوينه هادي. الا بغينا نهبطو هاد الهبطه كامله بها مغلفه بهاد الشكل يمكن لينا نهبطو، بغينا نديروها بجوج الوان نديروها، بغينا نغلفو شويه ونخليو شويه حتى هي تجي زوينه. المهم انا غنبدل اللون، خدمت هاد شويه بهاد اللون هذا، دابا غنبدل ندير لون اخر. غنشد هنا في التوب، ندخل هاد الحرير هنايا ونركب خيط جديد. انا غنخدم بنفس الالوان باش خادمه هنايا في نصف التوق. غنجي لهنا نهز هاد العوينه هادي ديال الحرير، ونهز هاد العوينه هادي اللي عندي هنا، نشد هنا في التوب، نعاود نرجع في هاد العوينه، ونشد هنا في التوب، نرجع في هاد العوينه هادي، نشد في التوب، تنخلي الحرير الفوق وكنغلف هاد جوج ضربات هادو،
تنجي لهاد العوينه هذه ونحبك عليهم صافي. ونكمل نهز هاد العوينه نشد في التوب نرجع في هاد العوينه هذه نعود نشد هنا في التوب ونرجع في هاد العوينه نشد هنا في التوب نعود نخدم هاد العوينه هذه هنا غنغلف شويه ونخلي شويه. ها نتوما هنا ما غاديش نغلف غنزيد نخدم نعود نشد هنا في التوب ونخدم هاد العوينه هذه. هاد المناقيه راه غير ديال ضربه وحده تجي زوينه. نعود نخدم غنبقى نخدم حتى يوليو عندي هنا ربعه. ها نتوما ها وحده جوج ثلاثه اربعه. دابا غنغلف على هاد جوج ضربات هادو ونخلي هاد الجوجات بهذا الشكل هذا ونشد هنا في هاد العوينه ونكمل نشد في التوب. غنقطع هاد الخيط اللي كان عندي. المهم انا وريت لكم هاد جوج اشكال، يمكن تهبطوها بحال هكا مغلفه كامله ويمكن تخليو الفراغ ما بين كل تغليفه وتغليفه. نرجع في هاد العوينه نشد هنا في التوب ونرجع في هاد العوينه ونبقى نخدم حتى يوليو عندي أربعة ضربات. غير الملاقيه ديال واحد تجي زوينه. تنخدمو حتى تيوليو عندي هنا ربعة ضربات. ها وحده جوج ثلاثه اربعه من البلاصه ملي نغلفنا تنخلي جوجات وتنهز جوجات. الحرير كيبقى الفوق نغلف هاد جوج ضربات هادو بهاد الشكل هذا ونجي لهاد العوينه ونكمل الخدمه عادي. نعود نرجع في هاد العوينه ونشد في التوب نعود نرجع تنبقاو نخدمو في الملاقية ديال واحد. تنحسبو هنا توليو عندنا ربعة ضربات وحدة جوج ثلاثة أربعة. نخلي جوج ونهز هاد الجوجات نغلفهم. الحرير كيبقى الفوق كنديرو دائرة كنخرجو البرا من وسط هاد الدائرة هادي صافي. ونهزو هاد العوينة هادي ونشدو في التوب ونكملو. المهم أخواتي هذه هي الطريقة. أنا وريت لكم هاد الشكل هذا اللي كتهبط مغلفة كاملة، وريت لكم هاد الشكل اللي كنخليو الفراغ ما بين كل تغليفة وتغليفة. فتيجيو بجوج زوينين وساهلين غير الملاقية ديال واحد، وفي نفس الوقت تطلع دغيا وكتخدم دغيا وكتبان كبيرة واخا هي غير الملاقية ديال واحد. يمكن لكم تنزلو بها حتى الطول ديال الجلابة أولا تخدمو بها تحت لفي فتجي زوينة تتجي تتبان مختلفة وفي نفس الوقت راه غير ديال واحد دغيا كطلع دغيا كتخدم. المهم هذه هي الطريقة أخواتي، أنا بغيت نشاركها معكم من اللي عجبت الأخوات فراه هي هذه. نتمنى تعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح. ما تنسونيش أخواتي دائما إلى عجبكم الفيديو تشجعوني ديروا لايك، واللي ما مشاركاش معنا في القناة تشارك باش يبقى دائما يوصلكم الجديد. وبسلام عليكم، نتلاقاو فيديو آخر إن شاء الله.